Donc, salam alaykoum, marhaba talaba de deuxième année, module chimie organique pour la semestre numéro 3. Alors, toujours, nous sommes chabab la stéréochimie. Donc, je nous avons la vidéo li fèche, nous acide qui kon adna wahed le carbone asymétrique. على هذا الشكل هذا شنو كنعنيو بكربون اسيمتري؟ يعني لي كومبوزي ديالو واحد كيكون مختلف على الاخر، متفقين بربعه كيكونوا مختلفين. دونك مثلا على هذا الشكل يكون عندنا هنايا واحد الاليمون اون اغيغ، مثلا ناخذ الهيدروجين، هنايا مثلا ناخذ البروم، اليود، وناخذ هنا الكلور، متفقين. دونك يكون عندنا واحد الكومبوزي على هذا الشكل هذا، كنحاولوا نضربوه بواحد الفوتون، متفقين. هاد الفوتون اللي فيه واحد لينيرجي يعني اشني، متفقين. مني كنضربوه اش كيطرى لهاد الكربون اسيمتري؟ يا اما كيدور على هاد الشكل، يعني كيدور بحال غيصيب واحد اس، يا اما غيدور في الجهه الاخرى، متفقين. وكتشرحتها لكم، يا اما كيدور مع عقارب الساعه، يا اما كيدور عكس عقارب الساعه. دونك هاد السهم داير عكس عقارب الساعه، يعني غيفورمي لينا واحد الكونفيغوراسيون اس. وقلنا لا، كان كيدور هادشي على هاد الشكل هذا مع عقارب الساعه، راه غيفورمي لينا واحد الكونفيغوراسيون اللي كتسمى ار. دونك انا حاولت ندير واحد الريزيمي على الفيديو اللي فات باش تحاولوا تفهموا معايا بالنسبه لي زيكزيرسيس اللي غنحاول ندير في هذا الفيديو هذا. دونك غنحاول نبدا لابارتي ديال لي زيكزيرسيس. دونك نحاولوا نشوفوا اول كومبوزي. دونك مثلا غيعطيونا واحد الكربون لاصق فيه واحد الكلور، واحد الهيدروجين اون اغيير، وواحد البروم اون نافو، وواحد الفليور. دابا غير كاغومارك، الا لقيتي الكومبوزي الكبير اون اغيير كنحاولو نديرو واحد الغوطاسيون. دونك انا غنوريكم من بعد، الا كان عندنا مثلا البروم اون اغيير كنحاولو نديرو واحد الغوطاسيون باش نرجعو داك الاليمون صغير اون اغيير، عاد كنعطيو لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالنا، متفقين. دونك مثلا عطاونا هاد الكومبوزي على هاد الشكل. اول حاجه خاصك تكون عارف الزيت ديال كل اتوم هنايا. بالنسبه للكلور حنا كنعرفو، انا ندير لكم الزيت ديال كل واحد ديال الكلور اللي هو 17، متفقين. وثاني هو الزيت عاوتاني ديال الفلور اللي هو 9، وعاد الزيت ديال الهيدروجين اللي هو 1 واللي هو صغير، والزيت ديال البروم عاوتاني حتى هو نحطوه اللي هو بطبيعه الحال 35. دابا فينا هو اكبر اتوم، يعني اللي عندها اكبر عدد ديال الزيت. دونك كيبان ليا بلي الهيدروجين غيكون هو الاخر، هو الرابع، ومن بعد كنبدا نقارن. دونك كيبان ليا دابا بلي البروم هو الاول، تابعو شنو تابعو الكلور اللي هو الثاني، تابعو الفلور. قلنا هاد الهيدروجين هذا كيكون اون اغيا، يعني حنايا مني كنشوفو الا وقفنا كنشوفو الكومبوزي ديالنا، راه غيبانو لينا غير هاد ثلاثه ديال لي ليزون اللي ديال الكربون، اما الهيدروجين غيكون من اللور، من اللور ديالو، متفقين. يعني مني غنبغيو نشوفو الموليكيل ديالنا، مني غنضربوه بالفوتون ولا داك الانرجي ديالنا، خصنا نشوفو في غيدور. دونك كنشوفو كنحسبو واحد جوج ثلاثه، دونك غيدور لهاد الجهه، كي غيدور غيدور على هاد الشكل هذا. دابا نحددو الكونفيغوراسيون ابسولي ديالنا. قلنا الا كان كيدور على هاد الشكل هذا، دونك هي كيدور عكس عقارب الساعه. دونك الا كان كيدور عكس عقارب الساعه، راه الكونفيغوراسيون ابسولي ديالو كتكون هي اس. دونك هذا فيما يخص اول كومبوزي. دابا غنمشيو للثاني. دونك غنحاول نكثر لي زيكزيرسيس باش غتوليو غير تشوفو الكومبوزي غير بعينيكم، تعطيو لا كونفيغوراسيون ديالو. دونك مثلا هنايا نحاول ناخذ هنا الهيدروجين، ونحاول ناخذ الفليور عاوتاني، الكلور مثلا الفوق نبدل. دونك هنا الهيدروجين خديت، دونك غنخلي نفسه غير غنقلب الكومبوزي.
دونك لاحظ معايا نفس الكومبوزي، غير دابا هنايا بحال قلبتو. دونك شوف معايا، دونك نفس الطريقة. دونك البراون عندنا هو الأول اللي عنده زيت كبيرة، من بعد الكلور هو الثاني غيكون، والفليور غيكون هو الثالث، وبطبيعة الحال الهيدروجين غيكون هو الاخر حيت عنده زيت اللي صغيرة بزاف اللي هي واحد. بيان، دابا نشوفو هاد الكربون هذا الا ضربناه بالانرجي فين غيدور. دونك غيدور على هاد الشكل هذا، دونك غيدور في هاد لو سونس. دونك الا قلنا هاد لو سونس هذا راه هو مع عقارب ساعة، دونك وقلنا الا كان الكومبوزي كيدور مع عقارب ساعة فراه الكونفيغوراسيون ابسولي ديالو غتكون هي اخ. دونك دابا ما يبقاش عندكم مشكل، غتوليو غير بالشوفه تعرفوا هاد الكربون اسيميتري واش غيدور، تعطيوه الكونفيغوراسيون ابسولي ديالو، يعني واش غيدور مع عقارب ساعه ولا غيدور عكس عقارب ساعه. دابا غندوزو واحد ليكا لي كومبليكي ونوريكم كيفاش غنديرو الغوطاسيون الا كان عندنا هاد الهيدروجين اون نافو مثلا، والبروم جانا اون ناريا. شوفوا معايا مزيان، دونك هادي غتكون اول اكزومبل لي شويه كومبليكي عليكم. دونك مثلا ناخذ هنا اليود وناخذ هنا الهيدروجين اون نافو والبروم اون ناغيير. دابا الله يرضي عليك في هذه الحاله ملي كيكون عندنا الهيدروجين اون نافو والبروم اون ناغيير، البروم حنا عارفينه اللي عنده اكبر زيت، وهاد الحاله هذه جانا اون ناغيير. دونك شنو غنديرو؟ كنحاولو نديرو واحد الغوطاسيون، يعني هاد كنشدو هاد الكومبوزي كنديرو ليه واحد بحال قلتي، كنحاول هاد الهيدروجين نقلبو لهاد الجهة واليود نديه لجهة أخرى والكلور ندورو. دونك كنحاول ندور حتى يجينا هاد الهيدروجين يرجع لينا أون ناغيير. دونك باش نحاول ندور هاد لي كومبوزي دونك كنديرو واحد الغوطاسيون ديال 120 درجة، غنشرح لكم كيفاش. مني كنحاول ندور 120 درجة دونك هاد اليود غيولي اون افون وهاد الهيدروجين غيرجع اون اغيير وهاد البروم غيطلع عند الكلور. غتقول لي كيفاش؟ دونك اول حاجة كيكونوا عاطينك الغوطاسيون اللي غدير، من بعد كيقولوا لك غتحاول اش من كومبوزيت فيكسيه. دونك فهاد الحاله انا غنفيكسي الكربون ليزون مع الكلور حيتاش ما خالقش لينا المشكل، نبقى ندور غير بهاد لي كومبوزي اللي عندي لتحت. دونك الا درنا هاد الغوطاسيون ديال 120 قلت لك باللي الهيدروجين غيمشي عند البروم والبروم غيمشي عند اليود. دونك شنو غيولي عندنا الكومبوزي فينال؟ قلنا الكربون مع الكلور ليزون ديالهم غتبقى فيكس، كنكتبها ليه وكنقول ليه غتبقى فيكس. دونك والاخرين غيتشونجاو، يعني قلت لك هاد الهيدروجين غيرجع اون اغيير، البروم غيمشي للجهه الاخرى غي رومبلاسي اليود واليود غي رومبلاسي الهيدروجين. دونك هادشي هذا هو اللي كيعني لينا الغوطاسيون ديال 120 درجه، يعني كنحاول نفيكسي واحد ليزون من هاد لي ليزون ومن بعد ندير واحد الغوطاسيون حتى يرجع لينا الهيدروجين اون ناغيير. متفقين؟ دونك هادي اول غوطاسيون غتشوفوها اللي هي ديال 120 درجه. دابا ملي درت الغوطاسيون ما كيبقاش عندنا مشكل، دابا نقدروا شنو هو نعطيو لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالنا. علاش؟ حيتاش الهيدروجين اللي هو واخد اصغر زيت راه جا اون ناغيير. دابا نقدر نعطي الكونفيغوراسيون في هذه الحاله هادي، عندي البروم عنده 35 في الزيت دونك غيجي هو رقم واحد، من بعد تابعو بطبيعه الحال الكلور. دونك هنايا الله يرضي عليك غلط، هنا راها اليود حيت اش قلنا غنديرو غوطاسيون. دونك اليود ونشوفو حتى اليود شحال عندو في الزيت، راه عندو 53. دونك يعني هنايا الله يرضي عليك راه اليود هو اللي غيكون رقم واحد، تابعو شناهو البروم تابعو الكلور. دونك هاد الغوطاسيون هادي اللي غتكون عكس عقارب الساعة شنو كنسميوها؟ كونفيغوراسيون ابسولي ديالها اس.
دونك وكنعطيه الكونفيغوراسيون، يعني منين من بعد ما كنرجع الهيدروجين اللي كان اون افو اون اغيير وكندير الغوطاسيون، راه كنقدر نعطي ديك الساعه الكونفيغوراسيون. دونك غنحاول نزيد تمارين باش تزيدوا تفهموني في هاد لو كا لي شويه كومبليكي ديال الغوطاسيون. دونك نمشيو نشوفو اوتر اكزامبل، مثلا عطاونا سيدي الكلور لي مع لي مع اليود ودير واحد ليزون مع الهيدروجين اللي هي مني كندير لك هاد الشراطي بحال هكا قلت لك، يعني هاد الهيدروجين لاصق اون اغيير ديال هاد الكومبوزي هذا. ويلا درت لك هاد المثلث هذا على الشكل، كنعني ان شنو هو ان هاد الليزون بين الفليورال كلور جات اون افون، يعني خارج عندي لهاد الجهه، وواحد ليزون سامبل مع البراون. دابا عطاونا كوم كيسيون، عطيني لا كونفيغوراسيون ابسولي ديال هاد الكربون اسيميتري. دونك اول حاجه خصني نرد من البال هو واش الكربون بصح راه اسيميتري، يعني لي كومبوزي ديالو سون ديفيرون. دونك هذا الشرط هذا الاول راه محقق. نشوفوا الشرط الثاني، الثاني كونديسيون هي ان هاد الهيدروجين هذا اللي هو عنده زيت صغير خاص يكون اون اغيير، عاد نقدر نعطي لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالي. دونك حتى هاد الشرط دوزيام كونديسيون حتى هو محقق. دابا غندوز للتخوازيام كونديسيون، هي نشوف الزيت ديال كل اليمون ديالي ديال كل اتوم. البروم عنده قلنا 35، اليود عنده 53، والفليور عنده 90. دونك بطبيعة الحال اليود غيكون هو الاول، تابعو البروم تابعو الفليور، واخر المركز غياخدو الهيدروجين. دابا نشوفو لو فورم ديال هاد لا كونفيغوراسيون معاش دايره. دونك غتكون على هاد الشكل، دونك دايره عكس عقارب الساعه، يعني لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالنا غتكون هي اس. دونك غنحاولو ندوزو لأوتخ إكزومبل اللي هو مثلا الكربون مع البروم مع الأكسجين اللي لاصق في الهيدروجين مع الكلور ومع الهيدروجين أون أغيير. دونك نفس الطريقة نتبع نفس لي كونديسيون. أول كونديسيون اللي هو واش هاد الكربون فغيمون اسيميتري، يعني لي كومبوزي ديالو مختلفين، بصح هاد الكونديسيون راه فيغيفي، يعني محقق هاد الكونديسيون. تاني كونديسيون هي نشوفو هاد الاش هذا، يعني الاتوم اللي عنده اصغر زيد واش جات فغيمون اون اغيير. دونك هاد الشرط حتى هو محقق. دونك غندوزو لتخوازيام كونديسيون اللي هو نحاولو نرتبو لي زيت ديال كل اتوم. هنا عندنا الزيت 35 الاوكس، هنا يلا يرضي عليك ملي كيكونو عندنا جوج ديال لي زاتوم كنشوفو الاتوم اللي ليي ديريكتومون مع الكربون اللي هي الاكسجين. دونك هي اللي كناخدو الزيت ديالها، الزيت ديال الاكسجين هو 8 كنقارنو. دونك بالنسبه لهنايا البروم غياخدو هو رقم 1 والكلور هو رقم 2 وعاده الاكسجين واخر مركز هو الهيدروجين. دابا نشوفو لا فورم ديال هاد لا كونفيغوراسيون كي داير. دونك غيكون على هاد الشكل، دونك حتى هو عكس عقارب الساعه، يعني لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالنا غتكون في هاد الحاله هي اس. دونك كنتمنى تكون وصلتكم الفكره، وكنتمنى انكم توليو غير بعينيكم غير بالشوفه تعرفوا لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالكم. دونك حيتاش في ليكزاما دونك كتكون عندنا واحد 7 نقاط ديال النومونكلاتير اللي كنحاولوا الله يرضي عليكم واحد الاسيست نعطي لكم من دابا، حاولوا ستيريو تبداو بها هي الاولى هي ولي زيفي اللي غنديروا في الشابيتر الجاي. عاده سيرو النومونكلاتير خليوها هي الاخرى حيت كتبغيو واحد لا كونسونطراسيون اللي كبيره بزاف. دونك حاولوا تضمنوا ديك 13 نقطه ديالكم اللي غتكون ان شاء الله ساهله بزاف الا تبعتوا معايا، ومن بعد سيرو النومونكلاتير اللي حاولوا تاخذوا منها الماكس ديال النقاط ديالكم. دونك نحاولوا دابا نشوفوا ديك لو كا اللي كتكون شويه كومبليكي اللي هي ديالاش، اللي هي ديال ملي كتكون عندنا الغوطاسيون. دونك مثلا ناخذ واحد لاطوم ديال البروم اللي مع الكربون، وعندنا هنا واحد الاو اش، وتكون عندنا الهيدروجين اون افو والسي اش تروه هنايا مثلا. دابا شوف معايا، دونك اول كونديسيون كنتحقق منه هو واش هاد الكربون فريمون اسيميتري،
يعني لي كومبوزي ديالهم مختلفين. دونك هذا الشرط محقق. الشرط الثاني كان تحقق منه واش الاتوم اللي عنده واحد الزيت صغيره كاينه اون غير، في هذه الحاله ما محققش. دونك شنو كنحاولوا نديرو؟ واحد الغوطاسيون. هاد الغوطاسيون هادي كتحاول تفيكسي واحد الكربون، واحد ليزون اونتر كربون وشي حاجه تفيكسيها، اللي في هاد الحاله غنفيكسي هذا اللي عندنا هنايا اللي هو الكربون مع البروم، غنكتب ليهم بلي راه فيكس. وعاده غندير واحد الغوطاسيون ديالاش هنايا، كتفكر في شحال غدور، بشحال الزاويه اللي غدور بها. دونك اللي هنايا في هذه الحاله هذيك غنحاولوا شنو هو هاد الاش نحيدوها نرجعها اون اغيير. وفي هذه الحاله هذه باش ندوز من هنايا لهنايا غنحاول نختار الغوطاسيون ديال 120 دوغري، حيت هي اللي غدينا من ليازون ليازون اللي حداها. اجي نحاول نفيكسي الكربون مع البروم، هاد لا ليازون اللي قلنا غنفيكسيوها هنا، ونحاول ندير من بعد الغوطاسيون. دونك كيما شرحت لكم ديجا، دونك هاد الغوطاسيون غتكون ديال 120، يعني هاد الاش غتولي اون اغيير، والاو اش غتمشي عند السامبل ليزون غتولي في هاد الحاله هنا، وغيبقى لينا سي اش 3 اون افون. هادشي هو اللي كنعنيو به الغوطاسيون ديال 120 دوغري. ديما كتفيكسي واحد الاكس ومن بعد كدير الغوطاسيون لي زوتر ليزون. دابا هنايا تحقق لنا الكونديسيون، دابا نقدروا نعطيو لا كونفيغوراسيون. وفي هذه الحاله اللي انت نيشان غتشوفها خاصك تعطيها اللي هي اس، غتقول لي علاش. دونك البروم عندنا هو الكبير وتابعه الاو، دونك غندورو على هذا الشكل هذا، دونك يعني غندورو على هذا الشكل هذا، يعني عكس عقارب الساعه، يعني كونفيغوراسيون اس. دونك نيشان نحاول نعطيها، ما نبقاوش نتعطلوا الله يرضي عليكم باش نربحوا الوقت. دونك غنشوفو دابا شي اوتر اكزومبل اللي فيه مطبقة نفس القاعدة. دونك مثلا الكربون اللي مع واحد ليزون او اش اللي هي اون اغيير، مع واحد البروم اون افون، مع واحد سي اش او، مع واحد الهيدروجين. هنايا هاد الغوطاسيون اللي غتكون شوية كومبليك، وكيما كاينش مشكل ما كيهمش. دونك هنايا الكونديسيون الاولى محققه، الثانيه اللي هي الاشي اللي هي لاطوم اللي عندها اصغر زيت جي اون غير ما محققه. دونك بزاف مني غندير الغوطاسيون، غنحاول نفيكسي شي اتوم مثلا شي ليزون. دونك مثلا ليزون اونتر الكربون اي سي اش او. دونك هل لاكس لي فيكسيت؟ هذا هو لاكس لي فيكسيت، عقل معايا. ها شنو نديرو لك بالاحمر، هاد لاكس فيكس، والغوطاسيون اللي غندير هي ديال 120 باش هاد الاش ترجع ليا فاش اون اغيير هنايا بحال ترومبلاسي هاد الاو اش. دونك غوطاسيون ديال 120 دوغري، متفقين. ومن بعد خاصك تقدر دير ليه الفلاش ديال الغوطاسيون، يعني غنحول اش لهنايا. من بعد شناهو؟ غنحاول نفيكسي داك ليزون لي فيكسيت، نحط هي الاولى. دابا هنايا بدا تفكر، دابا شوف معايا، هل الغوطاسيون اللي درت يعني الاش ترجع اون اغيير والبروم غيطلع الفوق والاو اش غتجي هنا، دونك غيولي عندنا الكومبوزي ديالنا على هذا الشكل هذا. دونك ما درتش والو، طبقت غير القاعده. من بعد نحاول نرقم، دونك البروم هو اكبر واحد غيكون هنا واحد، وبطبيعه الحال الاو اش الاكسجين عنده 8 غيكون هو الثاني، وعاده غيكون هذا هو الثالث، وبطبيعه الحال الهيدروجين هو الاخر ما غنديوهاش فيه. دونك حيت جا اون غير، دونك غنشوف دابا لو سونس ديال الغوطاسيون غيكون على هذا الشكل هذا، وبطبيعه الحال مع عقارب الساعه. دونك لا كونفيغوراسيون ابسولي في هذه الحاله راه هي اغ، وغناخد النقطه ديالي كامله مكمولة. دونك غنحاول نوقف الفيديو هنايا، وكنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد لابارشي مزيان. دونك غنحاول نزيد دي زيكزيرسيس غير نحاول نافونسي في الكور باش نحاول ندوز لابارتي ديال لي زيكزام. دونك الله يرضي عليكم، حاولوا كاملين تمشيو لاشين الثانيه تابوناو فيها، حيت غنحاول ندير دي لايف بالنسبه لي لابارتي ديال لي زيكزام. دونك عانكم الله شاهد.